اهلا بكم. الجزائر فزعت الايادي الخارجيه، الحقيقه والتخويف هو عنوان وتساؤل حلقه اليوم. الرئيس نتناول فيها الخطاب المتكرر للسلطه عن تآمر الايادي الخارجيه والذي ارتفع مره اخرى مع الاحتجاجات التي عرفتها مؤخرا ولايه بجايه. المفارقه ان البعض ذهب الى المزايده على السلطه من قبيل زعمي وفي زمن الفيسبوك بأن الدعوة إلى الإضراب حررت بل وطبعت في المركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة الجزائرية، وكذلك مزايدة الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية الذي حشر أنفه في الشؤون الداخلية الجزائرية وذهب إلى الزعم أن المحتجين في بجاية تحركهم ما أسماها الصهيون تكفيرية، وهو يزايد حتى على مقابله التكفيري كما وصفه، والذي يقصده أي التيار الوهابي الذي تبرع أو استعان به النظام الجزائري حتى في تحريم الاحتجاجات. فعلى من يزايد هذا الدبلوماسي الإيراني الذي قطعت السلطة الجزائرية العلاقات مع نظامه في بداية التسعينات واتهمته بأنه هو اليد الخارجية التي تدعم الإرهاب في الجزائر؟ كاين سيت في الماروك برو إسرائيلية اي سو تريتون ديزرائيل، سي كلير. يا دو سيت ان فرانس. Il y a un site en Israël et un site en Allemagne. Ce sont les cinq sites. مواقع للتواصل الاجتماعي في المغرب وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من كانت وراء الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدن جزائرية. إجابة سريعة وجاهزة وغير مكلفة توصل إليها وزير السكن الجزائري عبد المجيد تبون لتفسير سخط الشباب من السياسات الحكومية الفاشلة في ضمان عيشه الكريم، والذي ترجم في بعض الأحيان إلى أعمال عنف مستهجنة لكنها مفهومة عند الكثير من المراقبين. تبون لم يكن وحده في هذا التفسير الذي مله الجزائريون، فقد اتهم وزراء جزائريون آخرون وسائل إعلام جزائرية وأجنبية وأطراف داخلية وخارجية ومواقع للتواصل الاجتماعي بالتسبب في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضمن مؤامرة تستهدف أمن الجزائر كما قالوا. فقد اتهم رئيس الوزراء عبد الملك سلال ما أسماه بالأطراف المجهولة المكلفة بمهمة زعزعة استقرار البلاد، واتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أطرافا داخل وخارج البلاد بالسعي إلى ضرب الاستقرار وتأجيج النعرات لزرع التشكيك في نفوس الجزائريين. عزف لم تتأخر عنه مجموعة الموالين للسلطة أيضا تحقيقا للانسجام العام، وكذلك كان حال عمار غول الوزير السابق ورئيس حزب تاج أو الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. الشيء اللي وقع كان تغليط للشباب وتحريض للشباب، نظرهم المواطنين هم اللي واجهوا. لكن السلطة ومن والاها لم ينتبهوا أو لم يريدوا أن ينتبهوا إلى أطراف خارجية أخرى تدخلت بشكل سافر بشأن الأحداث الأخيرة، كما حصل مع المستشار الثقافي لسفارة إيران بالجزائر أمير الموسوي، والذي وصف المحتجين بالمتربصين والكائدين وبالحاقدين وبالصهيون تكفيريين، وكأن التنديد الرسمي بتدخل الخارجي يصلح في اتجاه ولا يكون كذلك في اتجاه آخر، وخاصة إذا كان هذا الاتجاه يخدم توجه السلطة. وبغض النظر عن تفسيرات الأيادي الخارجية والداخلية بكل اتجاهاتها، اتفق المتابعون للشأن الجزائري على أن تصريحات المسؤولين الجزائريين حول الأحداث الأخيرة أثبتت أنهم لم يستوعبوا الدرس ولم ينتبهوا إلى الإنذار الذي وجهه لهم شباب جزائري يائس من خلال تلك الأحداث، وبأن الاحتقان في الشارع الجزائري بلغ الذروة جراء استمرار العبث في تسيير الشأن العام بعناوينه الكبرى: لا شرعية الحكم وانعدام الكفاءة ونشر الفساد والاعتماد على الرشوة والتزوير والقبضة الأمنية للاستمرار في الحكم. تقرير سليم صالحي معنا لمناقشة هذا الموضوع. رشيد نكاز الناشط السياسي عبر الهاتف من باريس. رشيد نكاز، ما رأيك في حكاية الأيادي الخارجية وحتى الداخلية، وأنت حتى اتهمت في فترة بأنك تحركك الأيادي الخارجية؟ السلام عليكم أزول، شكرا على الدعوة. على بالكم باللي هذه الأيادي الخارجية
هادو 40 سراق اللي بيحكموا في البلاد هما اللي جابوها في وسط البلاد. شكون راهي يعني راه عنده الاملاك تاع البترول والغاز في الجزائر؟ عندكم شركه فرنسيه غاز دو فرانس في اضرار، عندكم شركه انجليزيه بريتيش بتروليوم في عين صالح، عندكم شركه اسبانيوليه ريبسول في رقان، عندكم شركه طليانيه انال في اليزي. هادو شكون اللي جابهم؟ هادو اللي راهم يحكموا اليوم هما اللي جابوا ايدي خارجيه في الجزائر. وعلى بالكم ولازم الشعب الجزائري يفيق باللي 100% تاع الغاز الطبيعي تاع ولايه اليزي ما راهش تاع الجزائر، راه شركه غاز دو فرانس 20%، شركه اسبانيوليه ريبسول 52.5%، وشركه طليانيه اهمال 27%، وشركه جزائريه سوناتراك عندها 0%. لازم الشعب الجزائري يفيق بلي هادو اللي راهم يحكموا اليوم في البلاد راهم يغلطوا في الشعب الجزائري. هما اللي جابوا ايدي خارجيه في الوسط الجزائر، وهما راهم يغلطوا في الشعب الجزائري، وراهم يقولوا بلي اي واحد اللي راه باغي التغيير السلمي في الجزائر هو يعني فرنسا ولا الامريكان ولا الروس ولا مش عارف شكون هما راهم يسلوا فيه باه يكون التغيير السلمي في الجزائر. يعني مشكل ماشي المعارضة اللي راهي تمشي بطريقة سلمية بطريقة ديمقراطية بطريقة قانونية. المشكل اليوم في الجزائر 40 سراق اللي باعوا كاع الأموال تاع الجزائر، كاع الكنز تاع الجزائر للشركات هذو أجنبيين. طيب ابقى معنا رشيد نكاس فاتح بن حمو ناشط سياسي ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر. فاتح بن حمو ما رأيك في قصة الآن هذه الأيادي الخارجية الاتهامات المفارقة أنه المزايدة الآن حتى ليس منهم في السلطة، مستشار ثقافي والملحق الثقافي في إيران يزايد ويقول أنه ما حدث في بجاية مؤامرة صهيون وتكفيرية، يعني مع أنه طبعا الواضح أنه يقصد مقابله التيار الوهابي. التيار الوهابي أفتوا رموزه بحرمة، يعني كفروا حتى هذه الاحتجاجات. يعني ما رأيك في هذا، في أن يأخذ هذا الموضوع هذا البعد، يعني حتى أن يحشر ممثل لنظام قطعت الجزائر العلاقات معه في التسعينات، بالعكس اتهمته بأنه يمول الإرهاب، أصبح يزايد على الشؤون الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على الاستضافة. فيما يخص الأحداث الأخيرة اللي وقعت، الكل يعلم أن الأحداث هي نتيجة لظروف ما لنقص السيولة المادية التي كانت تعتمد عليها السلطة في شراء السلم الاجتماعي. هذا النظام اعتمد إذا لم يشتري السلم الاجتماعي سيخرج لنا بقوة أو بشيء من هذا القبيل. أما تدخل هذا المتوي في الشؤون الجزائرية فنحن نرفضه جملة وتفصيلا، ولا نقيم له، ووجب على النظام أن يتدخل إذا كانت لديه سيادة عند هذا الموسوي لكي يوقفه عنه. فهو يتجول من مكان لآخر، من ضريح لآخر، من زاوية إلى أخرى، ذكرنا بتجولات شكيب. لذلك يجب أن يضع تحت المراقبة هو وأنشطته تحت الأجهزة الرقابية أو الأجهزة المخابراتية. هذه يعني لابد، هذا الإجراء لابد منه. ثانيا وصف أي شيء يحدث بالبلد بأنه نتيجة لأيادي خارجية، هذه الوصفة يعني هي تنقص من شأن قوات الأمن. نعم فتح بن حمو، تنقص من شأن القوات الأمنية والأجهزة المخابراتية، وكأن قواتنا الأمنية والأجهزة المخابراتية لا تستطيع حمايتنا من أي تدخل خارجي أو من أي خطر خارجي. يعني على من يقول هذا الكلام أن يكفوا على إهانة القوات النظامية أو القوات أو الأجهزة الأمنية والأجهزة المخابراتية. طيب هذه نقطة مهمة سنعود إليها فتح بن حمو، ويبقى معنا لو سمحت رشيد نكاس. أعود إليك، أنت في فرنسا ما رأيك في قصة
يعني فرنسا كنت استمع تبون كي يقول موقع في فرنسا ويتحدثون عن المؤامرة الفرنسية كذلك. يعني هناك من ذهب إلى القول أنه حتى تم تحرير وطبع ليس حتى من السلطة بيان الإضراب أو دعوة الإضراب في بيجاية في المركز الثقافي الفرنسي في العاصمة. ما رأيك في فرنسا وأنت الذي يتظاهر أمام مقرات وعقارات المسؤولين الجزائريين في فرنسا؟ مسؤولين جزائريين في فرنسا كما في سلال، في سنداني، في شاكيد خليل، في بوشوارب، كلهم عندهم عقار هنايا في مدينة باريس وعندهم علاقات قوية مع الحكومة الفرنسية، يعني هم يتفاهموا 100% بهم. على بالكم باللي كل عام كان يعني جلسة بين وزارة جزائريين ووزارة فرنسيين في فرنسا ومن بعد في الجزائر ومن بعد في فرنسا ومن بعد في الجزائر، يعني يتفاهموا 100%. كي نسمع بلي هادو الحكام ومشي كاع كيف كيف، ما شاء الله الحمد لله عندنا الوزير الخارجية معمرة ما شاء الله يخدم هذه الخدمة ما شاء الله، يعني ما نحتاجوش كلمة على الوزير الخارجية معمرة. ولكن في هذه الحكومة الجزائرية ربي يعني ربي يقولوا شي شوارح الشعب الجزائري اللي ما مش الصح يديش دي كونتر فيريتي. فرنسا هي راهي تحمي فيهم، فرنسا على بالها بلي هذو الحكام خوضوا درهم تاع الشعب الجزائري تاع الغاز الجزائري وهذاك الدرهم جابوهم لفرنسا وشراو بهم العقار، شراو بهم الديار في شونزيليزي حد لا تور ايفيل. فرنسا على بالها بكل شيء، ولكن فرنسا عندها لي زانتيغي مع الحكومه الجزائريه. 65% تاع الغاز الطبيعي تاع ولايه اضرار هو تملكوا شركة فرنسية غاز دو فرانس حتى 2043. يعني فرنسا ما تقدرش يعني تقول حاجة يعني ضد الحكومة الجزائرية. وحنايا نعطيكم مثال، أنا كنت في الدوار في مدينة عين مرال، يعني بنروح الجزائر العاصمة في الغيفيون يعني 31 ديسمبر، جاء الامر تعليمات من سلال ويحيى يعني باه يمنعوني طيب نروح للعاصمه الجزائريه. هنا اليست مفارقه هنا؟ يعني انت الجزائري مواطن جزائري تراقب تحاصر مثل ما ذكرت طبعا، ولكن ساعطيك الوجهه الروايه الاخرى وننتظر منك رد رشيد نكاس في مقابل يعني مستشار كما مثل ما كان يقول فاتح بن حنبل المستشار الثقافي الايراني يتحرك بحريه ياخذ الصور في المزارات وغيرها، ويعني هل هذا معقول يعني يتحرك في بلد قطعت معه الجزائر العلاقات واتهمته بانه اليد الخارجيه كان يمول الارهاب في التسعينات؟ ما رايك؟ ليست مفارقه يعني رشيد نجاز مواطن جزائري يراقب بينما دبلوماسي اجنبي يتحرك يصول ويجول بكل حريه ومخاوف حتى من اجندات سريه؟ انا صراحه ما فهمت والو مع الحكومه الجزائريه، يعني واحد اجنبي يحترموه يقدروه احسن من مواطن جزائري. مواطن جزائري اليوم ما يقدرش يروح القرديه، ما يقدرش يروح العامه، ما يقدرش يروح ايليزي، ما يقدرش يروح الجزائر العاصمه. يعني اليوم الحكومه الجزائريه راهي تمنع دو فاسو إليغال يعني غير قانوني مواطن جزائري، ولكن انسان هذا الايراني هذا تحترمه وتقدره ويقدر يدير واش يبغي في الجزائر. يعني اليوم ولينا استعمار جديد. بكري كنا نقولوا بلي فرنسا هي راهي تستعمر في الجزائر، ولكن اليوم كان الحكام راهم يحكموا في الجزائر راهم يستعمروا في المواطنين الجزائريين. بصح كاينه سبه هي يعني ريزون تو سولا، هادو الحكام ما يبغوش كي نهضروا لهم هضره تاع الصح. انا يا انسان انا مسؤول سياسي اللي خذ نقولها له في عينيه بلي راه يخذ، بصح ماشي بالهضره برك بالدليل. اي واحد اللي هضرت عليه بلي قلت بلي خذ دراهم تاع الشعب الجزائري وشرى بهم الديار في فرنسا في باريس، دائما نخرج الدليل الرسمي ونديروه في لاباج تاعي فيسبوك، يعني باش الشعب الجزائري يشوف بعينيه باللي بحضروا بالدليل. انا اي واحد ما يهضرش بالادله ما استعرش به. هذو الناس على بالهم باللي خوضوا دراهم تاع الشعب الجزائري وشراو بهم العقار في فرنسا. خليك معنا رشيد،
خليك معنا رشيد نكاز لو سمحت. فتح بالهم، وكنت تشير انه يعني انت تعتبر هذا الخطاب يعني الايادي الخارجيه التي تتحرك بسهوله في الجزائر معناها ضربه للمصالح الامنيه الجزائريه التي تقول بانها تقوم بمهمتها، يعني هل يقوم بيزايد بها السياسيون يختفون وراء هذو الامنيين الذين من ابناء الجزائر الذين يؤدون دورهم واحيانا يضحون بانفسهم في مقابل هؤلاء الذين يزيدون يلعبون هذه الورقه، ورقه التخفي الاختفاء والتخويف والايادي الخارجيه، ويغتنون حتى فتح بن حمو. الو ارجو انك سمعت السؤال فتح بن حمو. لا ما سمعتش السؤال. كنت اقول بانه انت هذه قصه الايادي الخارجيه وغيرها انه ضربه لمصالح الامن الجزائريه، المخابرات الامن الجزائريه التي نعم تؤدي دورها، هل هؤلاء يلعبون هذه الورقه في مقابل تضحيات ابناء الجزائر من الامنيين يؤدون عملهم، وهؤلاء يلعبون بهذه الورقه بكل مخاطرها يعني بكل بالاضرار حتى على معنويات رجال الامن يعني. لا هم لا يهمهم معنويات رجال الامن ولا يهمهم رجال الامن، لان رجال الامن مكونهم الاساسي هم ابناء الشعب، هم اخوتنا واولادنا ومن عائلاتنا، لذلك هم لا يباهون بهم، اولادهم يعيشون في الخارج في فرنسا في باريس في 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 انجلترا، يعني الاطارات الامنيه هي مكونه بالاساس من ابناء الشعب، لذلك الشعب يحتضن اطاراته الامنيه ويحتضن وهو دائما مع جيشه، لكن هذا هم لا يبالون به ويتلاعبون بمشاعرهم بهكذا تصريحات، لذلك نطلب منهم ان يكفوا عن هذا حفاظا على الامن في الجزائر، هذا واحده. ثانيا عندي ملاحظه انه اكبر يد خارجيه لها عبثت في الجزائر هي فرنسا، فهي من نسفت مشروع الطاقات المتجددة في الصحراء، وهي من جعلت مشروع بلارة يتأرجح أو يراوح مكانه، وهي من تتدخل في شؤوننا، ونحن شاهدنا كم من مرة أن السفير الفرنسي عندما يجمع إطارات برلمانية أو رئيس برلمان أو رئيس كتل برلمانية للتدخل مباشرة أو بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، فأكبر يد خارجية في الجزائر تعمل في الجزائر هي اليد الفرنسية، وعلى من لديه القدرة أن يقطع هذه اليد. طيب يبقى معنا فتح بن حمو، سينضمه المفروض معنا في النقاش بعد قليل محمد العربي زيتوت الدبلوماسي سابق وعضو أمانة حركة رشاد. ينضم إلينا الآن دكتور عبد العالي الرزاقي أستاذ علوم سياسية وعلوم الإعلام. دكتور عبد العالي الرزاقي، ما رأيك في قصة الأيادي الخارجية يعني؟ أعتقد أن هذا الكلام نوع من الاستخفاف بالمواطن الجزائري. لا يمكن لأيادي خارجية أن تسيطر على أطفال أو تسيطر على أطفال. لماذا؟ الأيادي الخارجية بمعنى السفارات الأجنبية الموجودة في الجزائر. أي دبلوماسي في القانون الدولي والمعارف الدولية عندما ينتقل في الجزائر من ولاية إلى ولاية يخبر ولاية أخرى وتسلمه الأمن الولائي لهذه الولاية إلى تلك، وبالتالي التنقل معروف. إذا أي حركة لأي دبلوماسي مهما كانت قيمته في أي سفارة يجب أن يخبر وزارة الخارجية، وزارة الخارجية تخبر مصالح الأمن، ومصالح الأمن هي التي تسلمه لولاية أخرى. وبالتالي هذا الكلام عندما يقول لك الأجانب باللي راه دخلوا في قضايا وهم الذين يريدون نوع من الانتفاضة في الجزائر، أعتقد أنه خاطئ. النقطة الثانية اللي أثيرها ما حدث في بجاية ونركز عليه على بجاية وبومرداس ولبويرة ثم تيزيوزو، ما حدث فيه جزء كبير من أيدي السلطة، لأن السلطة كان هدفها تريد أن توهم الرأي العام بأن الاحتجاجات راهي وراها أيادي أجنبية في تيزيوزو، والناس يتذكرون الأحداث تاع 2001 عندما هجم العروش على العاصمة، وبالتالي فأي شيء يأتي من المنطقة القبائلية يكون رد فعل سلبي
ازاء هذه الاحتجاجات، وبالتالي استغلت هذه السلطه هذا النوع من الاحساس بان هناك اطراف معينه اجنبيه تريد الانفصال، وبالتالي فاي حركه احتجاجيه في هذه المنطقه تفشل في ان تكون او ان تعمم على بقيه الولايات الجزائريه. يعني انت تقول، هل تقصد بانه مقصوده العمليه؟ يعني هناك اطراف من السلطه يعني مندسين محسوبين على جناح في السلطه هم الذين قاموا بالعمليات الحرق مثلا والتخريب وحتى السطو في بجايه، هل يصل الى هذا الحد؟ يعني ليس بالمفهوم هذا، بالمفهوم هذا، وانما هناك شيء عفوي، هناك شيء منظم، وهناك طرف في السلطة في تقديري، مثل ما حدث بالضبط في 5 أكتوبر 88. ما الذي حدث؟ أنا تذكر الأحداث اللي أنا عشتها. كانت الشباب خرجوهم من الثانويات، والأمن سحبوا منهم الأسلحة، والشباب يحملون شعار مساعدية صراف المالية، وبدأت تكسير ما يرمز إلى الدولة. هنا نرجع للنقطة، إذن الأحداث هذه جزء منها عفوي، ولكن هناك جزء منظم، وطبعا عندما يحدث تنظيم يحدث، والدليل أنه ما حدث في العاصمة عبارة عن نهب وليس احتجاجات. يعني وهنا حتى في بجاية، يعني حتى الار سي دي في بيان له يحذر من استغلال، يعني يذهب تقريبا في نفس ما ذهبت إليه، يعني يلمح إلى أن هناك يعني استغلال ما حصل في بجاية من أطراف تريد أن تلعب بهذه المنطقة في بيانه يعني يوم الجمعة الماضية. أنا أعتقد بأنه عندما تضرب تحرق مؤسسات الضرائب أو أي حافلة أو شيء مرتبط بالأمن، معناه وجود تساهل من أطراف معينة، ولهذا الأمور هذه يبدو أن هناك في نظري أن أطراف داخل السلطة تريد أولا أنه الاحتجاجات هذه تكبرها، والدليل أن الاهتمام بها كان خارجي أكثر من داخل. هذا تثير الانتباه أن هناك تسليط للضوء على المنطقة من الخارج أكثر من الداخل، بمعنى طيب فضلها من الأجانب راهم يتحركوها من الدعوة ويريدون، بينما الحقيقة أن الأحداث التي وقعت في ورزلة، الأحداث التي وقعت في غرزة، الأحداث التي وقعت في عدة في ولايات كثيرة لم تحظى بأي اهتمام لا داخلي ولا خارجي. طيب خليك معنا دكتور عبد العلي رزاقي. رشيد نكاز يعود إليك في قصة الأيادي الخارجية. طبعا أنت كنت تقول أنه السلطة منعتك من التحرك، في مقابل طبعا هناك من له رواية أخرى. ما ردك على الذين يقولون بأنه فيما يخص ترحيلك، يعني أنه لم يكن ذلك معقولا، كيف يتم ترحيل مواطن جزائري إنما فقط أنه عاملوك معاملة في اي بي ورافقتك الشرطة، يعني لكي وكان عندك أصلا حجز؟ ما ردك على هذا الذين يقولون هذا الكلام ويشككون في رواية رشيد نكاز بأنه استهدفه سلال واستهدفه يحيى؟ لو 8 ديسمبر اللي فات أنايا كنت في التاكسي رايح لجير عاصمة، كان عندي موعد مع المحامي تاعي. 8:30 الصباح 50 شرطي قطعوا لوطوغوت، خرجوني من التاكسي كوليكتيف ووصلوني المطار، ومن بعد دخلوني في الطيارة وطردوني لفرنسا. لو كان هذه الرواية ماهيش صح، لماذا سي سلال وسي ويحيى اللي طاو تعليمات الأمن الجزائري باش كاوش بيا ما قدموش الشكوى في المحكمة الجزائرية؟ والحمد لله 21 ديسمبر كانت عندي جلسة في المحكمة العليا، والحمد لله يعني تعطي حقي. المشكلة تاع الجزائر ناس يخافوا بيهضروا، أنا نهضر لأن مواطن جزائري ونحترم العدالة الجزائرية، ولكن ما نحترمش الإنسان ولا مسؤول سياسي اللي ما يحترمش القانون الجزائري. أنا واحد يهضر لي بالتعليمات وما يهضرش بالقانون الجزائري، ما نحترموش. ولازم الشعب الجزائري يفهم بلي لو كان نبغوا نسقموا بلادنا لازم يكون فيها دولة القانون، لازم نخرجوا من هذه دولة التعليمات. دولة التعليمات هي ديكتاتورية، ولو كان أي مسؤول سياسي
يقول باللي الهضره تاعي مش صح، لماذا ما يقدم الشكوى في العداله الجزائريه؟ انا ان شاء الله لو 12 جانفي نكون في بجايه نقبض الطياره من باريس، لان ما خلونيش نروح لبجايه من ولايه شلف، لازم نجي هنا لباريس نقبض الطياره باريس باه نروح لبجايه. بجايه راهي واحده من 48 ولايه، أنا أخوالي ساكنين في بجاية، على بالكم باللي الوالدة هي أصلها من بجاية، وإن شاء الله نروح بجاية، وإن شاء الله يناير للدوز إن شاء الله، ولي يبغي يحربني ولا يمنعني بأن ندخل في بلادي، لازم يفهم باللي رانا كاع ولاد العربي بن مهيدي وكاع ولاد حاسيبة بن بوعلي، ولي يبغي يحربني نروح لبجاية مازال مازالش. وبربي إن شاء الله وبالطريقة سلمية بالطريقة قانونية وبالطريقة ديمقراطية ونروح لبجاية ونكونوا مع جماعة إن شاء الله، ما نديروا لا فوضى لا فتنة لا أي حاجة، وإن شاء الله سادي نروحوا الصندوق ونروحوا لسيتي تاع الشيخ حداد ومقرني يعطيهم الصحة الله يرحمهم، هما اللي حربوا لفرنسا في الوقت الاستعمار ويعطيهم الصحة، وهذا نذكرهم بالخير. هذا هو هدفي. ما رايك هنا ما رايك في هذو انه منطقه القبائل التي حاربت فرنسا ولعبت دورا حاسما في ظهر الاستعمار الفرنسي، يعني تقريبا بلغه الارقام ربما غالبيه عقداء جيش التحرير الجزائري كانوا من منطقه القبائل، ما رايك في الان ياتي خطاب يقول يتهمون بانه فرنسا تحرك الاحتجاجات في بجايه، وانه تم طبع بيان دعوه الى الاضراب في المركز الثقافي الفرنسي في الجزيرة العاصمة، ما رأيك في هذا الخطاب؟ أنا يا نبغي نشكر شباب بجاية، شباب بويرة، شباب زيوزو، شباب الدير عاصمة، شباب كل ولايات اللي راهم باغيين تغيير سلمي في الجزائر، واللي راهم ضد هذا القانون المالية اللي بين الشعب الجزائري بهذو الحكام يعرفوش يسيروا بلادنا. هذو لي كوميرسون لي داروا لي سكروا حوانيتهم، يعطيهم الصحة، هما داروا حاجة سلمية. ولكن كان سؤال، لماذا في الجزائر اللي فيها 185 ألف شرطي يعطيهم الصحة، لماذا الحكام السياسيين طوهم الأمر باه ما يحموش المكان كما المكان كوندور في بجاية، خلوا 100 واحد يسرقوا في الحوايج في مكان كوندور، لماذا ما خلوش الأمن يحبسوا هذو لي جون هذو الشباب اللي كانوا يخونوا في كوندور؟ لماذا السياسيين ما خلوش الأمن الجزائري يحبسوا هذوك شي ناس اللي بداوا يكسروا في الأكاديمي؟ لماذا الحكام السياسيين خلاو في الأمن الجزائري قبضوا هذوك الشباب اللي كسروا البنكة الفرنسية بي ان بي؟ هذا السؤال مطروح. طيب خليك معنا، هذا سؤال، هذا سؤال مطروح، ما رايك فاتح بن حمو؟ فعلا سؤال مطروح، حتى يطرحوه بطريقه بيان الار سي دي، يعني الذي يحدد ويندد بما حصل ويندد باستعمال المنطقة وبشكل خاص ما حدث في بجاية، ويتحدث عن صراع حتى مصالح داخل عصب النظام، وأن هناك أطراف تريد استعمال الشارع وخاصة مثل ما حدث في بجاية، ويذهب حتى الحديث عن عدم استعمال هذه المرة بلطجية، ولكن السماح يعني بطريقة ما، يعني يوحي بأنه سماح بعملية التخريب لإعطاء ذلك الإيحاء، وحتى يتحدث عن مافيات البارونات البازار والمارشينوار وغيرها. ألو؟ نعم فاتح بن حمو، أرجو أنك سمعت السؤال. الصوت راح يتقطع شوية ولكن تقريبا ألممت شوية بالموضوع. شوف، هو يعني أي نظام شمولي في أي أحداث يريد أن يستثمر فيها، مثل ما قال الأستاذ عبد الرزاق، فإن الأحداث فيها قد يكون فيها شيء منظم وقد يكون فيها شيء عفوي. لذلك من مصلحة الأنظمة الشمولية أو الاستبدادية أن تستثمر في أي أحداث لكي تثبت أن
تثبت نظرية أن بدونها، بدون أمنها، بدون قواتها سنعيش في الخراب والدمار، والعينة كانت في بجاية. تقول لي أن هناك يعني هناك أطراف النظام أو أطراف متصارعة، دائما كل نظام عنده أجنحة والأجنحة تتصارع، ودائما الفاتورة تكون من يخلص الفاتورة أو من كما نقول من يستقبل نتائجها الوخيمة هو دائما الشعب. أنا أردت أن أعرج على نقطة مهمة، وهي على وزارة الشؤون الدينية. مثل ما قالت أنها تحمي المرجعية الدينية، يجب عليها أن تحمي المرجعية الدينية المالكية التي نتبعها جميعا في الجزائر. وأردت أن أعرج على نقطة أن المركز الثقافي الفرنسي هو الذي طبعت فيه دعوة إلى الإضراب. أنا هنا أقول المسؤولين الجزائريين لديهم شقق في فرنسا واستثمارات في فرنسا واستثمارات ربراب في فرنسا واستثمارات الجزائريين وحداد وعطلهم كلها في فرنسا. يعني فرنسا ليست بحاجة للمركز الثقافي حتى تصدر هكذا. لكن أليست مفارقة أنه من يقول هذا الكلام ليست لم تعد تقوله حتى السلطة؟ من قال هذا الكلام؟ أحمد شوشان. لا، أحمد شوشان يسير في منهج يعني مثل ما يقال قد ظللته مصادره. أنا لا أرد على أحمد شوشان، ولكن أقول أن فرنسا ليست بحاجة لمركزها الثقافي، فهي تملك العصب الرئيسي في الدولة الجزائرية في كل، لديها الأولوية في المشاريع، لديها الأولوية في الاستثمارات، لديها الأولوية في كل شيء، في اللغة، في ومثل ما يقال المثل عندما يسقط المطر في فرنسا فإن ولكن هم يقولوا أنه سبب هذا أنه لسبب هناك تطهير لرفع الوصاية الفرنسية ويقوده القايد صالح وفي الجيش وغيره، ولهذا ما رأيك في هذا الكلام؟ تضليل كما كنت تقول؟ هذا التطهير موجود كلام فيسبوك لا أكثر ولا أقل. كلام فيسبوك لا أكثر ولا أقل، ما رأيك دكتور؟ لا أكثر ولا أقل، ولا أؤمن به البتة. شكرا لك دكتور فاتح بن حمو، ابقى معنا. دكتور عبد العالي الرزاقي، لو عدت إليك، يعني أشرت إلى نقطة منطقة القبائل وما يثيره مثل ما ذكرنا الأرسيدي، يعني كان يعني هل هناك رغبة يعني باللعب على هذا الوضع على منطقة القبائل؟ يعني وليس جديدا يعني بالمنطقة، ولكن هل يعني التصعيد يذهب يعني ليس بالضرورة من السلطة إلى حد يعني زرع الفتنة بالقول أنه هؤلاء في منطقة القبائل معروف بأنهم يتمردون على السلطة ليس من زمان، يعني أنهم تحركهم فرنسا والأيادي الفرنسية، وأنه يطبع دعوة إلى ذلك الإضراب في مركز ثقافي الفرنسي في العاصمة؟ ألا يزيد هذا بالعكس؟ أليس هناك، هل هناك أطراف في السلطة تريد أن تلعب على هذا الوتر وتسمح أو تضلل كما يقول فاتح بن حمو أطراف تعزف على هذا الوتر، وما خطورته؟ أولا نبه إلى نقطة، المنطقة القبائلية حساسة بالنسبة للرأي العام الجزائري لأسباب تاريخية لا مهم، وربما في حداث 12 شهر هذه ستظهر أشياء جديدة ومطالب جديدة. إذن الجزائر متحسس من المنطقة القبائلية، هذه انتبهوا لها نقطة. والسلطة أرادت أن تضفي سبيل الاحتجاجات، بمعنى أن تعطي الانطباع لدى الجزائريين الاحتجاجات فقط في جهة معينة، وأن هناك فرحات مهني، هناك ناس معينين تخيل وراءهم أشخاص آخرون. الحقيقة هناك أولا في المنطقة القبائلية، تحدث عن سيسي وزاي البويرة وجزء من بومرداس، هذه المنطقة نستطيع أن نقول المواطن فيها واعي إلى درجة أنه يخيف السلطة، هذه مهمة جدا. ولهذا السلطة ماذا فعلت؟ كل ما له علاقة بالمنطقة يأتي به إلى السلطة، أحمد ويحيى مرتبط بالمنطقة، كلام إلى حد ما، عمارة بن يونس، كلهم هؤلاء يلعبوا تحاول السلطة أن تستغلهم بأنهم في المنطقة. وسنرى في
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية إذا فيون هو اللي طلع أصبح رئيس فرنسا تلقائي مع أحمد يحيى ورئيس الحكومة. إذا غيره سيكون شخص آخر، وبالتالي هناك حساسية نحو هذه المنطقة، حساسية تاريخية نقطة دول. ولكن الحساسية التاريخية ولكن تفضل أستاذ عبد العزيز. النقطة الثانية وهي مرتبطة بخوف الجزائريين. نحن عشنا سنوات الدم من 92 لغاية 97، هذه السنوات تاع الدم طبعا هذا مستغل من طرف السلطة بشكل كبير، بحيث أن المواطن لا يفكر. وأنا لا أتصور أن واحد يجرؤ أن يقول الربيع خطأ والربيع هو دمار. الربيع هو ورد، هو تغيير، هو شباب، هو طفولة. طيب. هو دمار، هو شيخوخة وكذا. لو كانت السلطة تريد فعلا خدمة البلاد، يفترض أن تعلن الحكومة أكبر وزير فيها، رئيس الحكومة يكون عنده 40 سنة. طيب، ولكن ألا ما خطورة بالعودة إلى منطقة، ما خطورتها؟ أليس هذا يعني لحسابات سياسية يعني؟ أليس خطيرا اللعب بهذه الورقة؟ أليس فتنة؟ لا يعزز هذا يعني ألم يعزز هذا اللعب على هذه المنطقة والاحتقان في المنطقة؟ ألم يعزز دعوات فرحات مهني والماك وغيرها؟ أليست هذه الحقيقة؟ أعتقد أن فرحات مهني والمجموعة هذه طارحة فكرة، أعتقد ما تمرش من المنطقة. المنطقة هذه موحدة وتؤمن بالجزائر واحدة. أنا زرتها وأكثر من مرة ونعرفها مليح. ولكن لماذا إذن في اعتقادك هناك تيار يعني حتى يزايد على السلطة أحيانا ويلعب على هذا الوتر؟ أليس فتنة كبيرة؟ أليست القبائل هي أحد قلب لم يكن الجزائر نابض يعني بدون مبالغات يعني حتى الذي يزايد عليها في فرنسا يعني ما ضحت به القبائل يعني حتى بالحسابات المناطقية يعني لا نريد ندخل في التفاصيل يعني بالأرقام وبالتواريخ والشواهد لعبت دورا حاسما في ظهر الاستعمار الفرنسي. هذه المنطقة كانت سباقة إلى انتفاضات، سباقة إلى حركات استجوابية، سباقة إلى كثير من الأمور منذ 1980 من ربيع الأمازيغ. إذا خلقت نوع من الحراك، هذا الحراك استمر، ولهذا عندما تم طرد الأمن من المنطقة واستمرت المنطقة تسير شأنها، هناك خوف من السلطة. طيب خليك دكتور عبد العالي رزاقي، كنت تشير إلى نقطة أنه رشيد نكاز كان يشكي أنه غريب أنه هو مواطن جزائري يتابع، كنت تقول أنه بالنسبة لهذه الخارجية الدبلوماسيين الأجانب المفروض لما يتحركوا يبلغون الأمن الجزائري، يبدو كأنه الأمر لا ينطبق على المستشار الثقافي الإيراني الذي يتحرك يعني أنه يذهب الآن إلى القول ما حدث في بيجاية يزايد حتى على السلطة يعني مؤامرة صهيون تكفيرية. أنت كنت تشير إلى الخوف من التسعينات، ألم تقطع الجزائر العلاقات مع إيران واتهمتها بأنها هي اليد الخارجية التي تمول الإرهاب فيها؟ من ينتبه إلى إيران بالنسبة للعلاقة الجزائرية مسألة تاريخية. الجزائر قطعت علاقاتها مع إيران، ولكن مسبق عندما جاء أعاد هذه العلاقات. طبعا لا أتدخل في التفاصيل، ولكن أتحدث عن موسيقى مثل كصحافي معروف أتحدث ويستغل اسمه لظروف معينة وعلاقاته، وبالتالي يلعب دور ربما يشيء إلى سمعة العرب عموما. أتحدث عن انتمائنا العربي، هذه نقطة أساسية، ولكن العلاقات تاعه هي التي جعلته يتحرك، وهي الذي وهو يريد أن يدعم السلطة، تدعيم السلطة. وهذا التدعيم أعتقد أنه هدفه الأساسي أنه تتمكن إيران من التحرك أكثر في الجزائر. طبعا إيران في جميع الحالات عندها مصالح في الجزائر، مصالح في المغرب، مصالح في تونس، والدليل أنه الفيلم الذي أنجزته بث في تونس. في الجزائر الآن هناك يعني عن أية مصالح؟ يعني الجزائر لم المفروض الجزائر المفروض اقتصادها بموقعها الاستراتيجي لا تحتاج اي مصالح لايران في الجزائر. يعني صراحه دكتور عبد العالي رزاقي يعني بكل الحسابات وبكل الابعاد يعني وبكل الوقائع والشواهد يعني.
الجزائر لعبت دور تاريخي مهم جدا في المفاوضات بين امريكا وايران، يجب ان نتذكر هذا التاريخ. علاقة الجزائريين بامريكا وبالغرب اكثر من علاقة ايران، ولهذا ايران قد تستغل الجزائريين لاغراضها ومصالحها الشخصية. طيب ابقى معنا دكتور عبد العلي الرزاقي. رشيد نكاز اعود اليك، يعني اليست يعني ما رايك، انت قلت مره كنت تقول تعبير هاد الناس ما يحشموش، يعني هؤلاء الذين يقولوا بانه فرنسا هي التي تامر علينا وهي عدو الجزائر ويشتروا عقارات فيها ويداويوا فيها ما يحشموش؟ هما ما يحشموش من اي حاجه، على بالكم باللي الحكام ليه ما يخافوش بربي سبحانه؟ ليه ما يحترموش الشهداء الله يرحمهم؟ ليه ما يحترموش 40 مليون مواطنين جزائريين؟ هادو الناس ما نقدروش نعطيهم الثقه، نديروا فيهم الثقه، مستحيل. واحد الانسان اللي يبيع 100% اللي يمد 100% تاع الغاز الطبيعي تاع إليزي لشركه فرنسيه اسبانيه وايطاليه، هادو الحكام اللي باعوا 65% تاع الغاز الطبيعي تاع ادرا حتى 2043، ما نقدروش نأمنوهم، ما نقدروش يعني ندير ما نقدروش يعني نحتربوهم. واحد مسؤول سياسي اللي خد دراهم تاع الشعب الجزائري، فهموني كيف بعد نتمون نأمنوهم ونحترموهم ونخلوهم يحكموا في البلاد اللي ماتوا عليها مليون ونص شهيد؟ مستحيل. لازم واحد يسرق لازم يخرج. ما راناش باغيين نحاسبوهم، رانا باغيين باللي اي مسؤول سياسي اللي سرق دراهم تاع الشعب الجزائري تاع الجزائر اللي راهي امانه لازم يخرج، ولازم يحترم الشعب الجزائري الشهداء الله يرحمهم، ولازم يخاف بربي سبحانه. شكرا جزيلا لك رشيد نكاز الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. فتح بن حمو في الاخير يعني لازم يحترموا الشعب، يعني هل يعني خطاب الايادي الخارجيه وخطاب التخويف يعني خاصه من السياسيين، يعني ألم يحل الوقت لأنه رشيد كاس كان يقول يحشموا على أرواحهم، يعني أنه هو يحشموا حتى على كنت تصر على الأمنيين كذلك، يعني هذه ضربة كذلك عندما تقول عندك جهاز وعدد كبير من الشرطة والمخابرات وتقول أنه الأيادي الخارجية تعبث بك. يعني شوف في قضية أن نرجو من هذا النظام أن يتراجع أو أن يعمل خطوات إلى الخلف، فلا أظن أن هذا النظام قد تورط إلى نقطة لا رجوع مع فرنسا، فهو لا يستطيع حتى وإن بدا منه الإصلاح فإنه لا يستطيع ولن يستطيع. عليه أن أقصى دور يقدمه هذا النظام إذا أراد أن يخدم البلاد، عليه أن يشرف على عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في شكل مرحلة انتقالية، إعادة كتابة الدستور، إعادة صياغة كل ما عبث به من قبل. شكرا جزيلا لك فتح بن حمو ناشط السياسي. دكتور عبد العلي الرزاقي، ماذا يمكن أن تقول في الأخير؟ يعني هذا فزاعة الأيادي الخارجية التي وحتى التخويف التي يقولها عمار غول مثلا، يعني ألا تضرب البلاد أكثر مما تنفع؟ قد تنفع غول ومن يريدون البقاء في السلطة، ولكن في النهاية تؤثر حتى على معنويات الأمنيين، الأجهزة الأمنية التي تعتقد بأنها تقوم بدور في حماية الجزائر وأمنها القومي، وحتى في التأثير على الجزائريين. يعني حكاية أوجال غول أو أوجال ذيب لما يجي الذيب تاع الصح يأكل كل الأغنام. يعني أولا أعطيك معلومات أستاذ جمال، فرنسا الآن مؤسسات فرنسية الموجودة في الجزائر كانت نوع من الأوراق الجديدة الفيزا، سابقا كانت تسهل للمواطنين العاملين في المؤسسات الفرنسية تسهل لهم التأشيرة، الآن عقدت التأشيرة بشكل مخيف، بمعنى أنه أصبحت لا تثق حتى في الذين يعملون تحت إدارتها، وبالتالي الفزاعة بأن هناك أيادي أجنبية
هي نوع من عودة الذهنية إلى الحزب الواحد، وهذه خطيرة على السلطة، لأنه بالأخير المواطن لم يثق فيها. لأنه يبدو لي أن السلطة إلى حد بين متزوج غبية، لأنه عندما تقول لي أنا كأستاذ أطفال يحركوا في الخارج، معناها المنظومة التربية كلها في الخارج. أنا نعرف الخبراء اللي جاوا، أنا تلاقيتهم، نعرف المعلومات اللي استطيع أن أنشرها في أي لحظة. طيب. إذن الخطورة في أن المعلومة الآن غير متداولة لدى المواطن، ولهذا إذا استطعت مثلا أن تجري تحقيقات مهمة وتنشر المعلومات، أعتقد السلطة تتراجع وتعيد النظر، وربما تصبح وطنية بالمفهوم الذي قاله ماو، وليس بالمفهوم الذي نقوله الآن وطنية. ماو يقول وطنية آخر ملجأ للسراقين ومجموعة أخرى. شكرا لك عبد العالي رزاقي، أستاذ علوم سياسية وعلوم الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. انضموا إلينا الآن في الاستوديو محمد العربي زيتون، الدبلوماسي السابق وعضو أمانة حركة رشاد. نرجو أنه التأخير ليس بسبب الأيادي الخارجية مع عبد العربي زيتون. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم مشاهدي الكرام. يبدو أنها كذلك، يبدو أنها كذلك. تعرف لماذا التأخير؟ لأنه باختصار بسيط اختل التنظيم قليلا قليلا جدا. قاموا عمال المترو كما تعلم في لندن اليوم تقريبا نصف المتروات ما يمشوش، الباصات يمشوا في إضراب 24 ساعة فقط، وأعلنوا عليه منذ أسابيع. 24 ساعة معنى الناس أخذت احتياطات، في التاكسيات يمشوا، الباصات يمشوا، كل شيء يمشي، وتقريبا نصف المترو يمشي، لكن نصف الآخر ما يمشيش. فإذا بلندن اليوم وكأنك في الجحيم، وكأن القيامة قامت، والناس في كل مكان، والمشي معنى الجو بارد جدا. والطريق هذا الذي جئت فيه هو نفس الطريق من عملي إليكم، في الغالب يأخذ على أقصى تقدير في أسوأ الاحتمالات ساعة ونص. اليوم 3 ساعات ونصف داخل السيارة، 3 ساعات ونصف، أخذ 1.5 ساعة إضافي، قلت نعمل 100% ممكن يكون في إشكال، مع ذلك لم يكفي. اختل التنظيم في بلد شديد التنظيم، في بلد قديم له كل شيء، يختل قليلا، فإذا بالبلاد كلها تكاد، لندن تكاد تنهار، يعني الاقتصاد يكاد ينهار. يعني اليوم أخذني 1.5 ساعة في الباص لأصل في على بعد 2 أو 3 كيلومترات، ما بالك في بلد مختل فيه التنظيم والنظام منذ أكثر من 55 سنة. قبلها كان هناك سحق كامل للبلاد، لا توجد الجزائر اسمها فرنسا. بعد ما جات وكلما مضينا كلما زاد سوء التنظيم. يعني لو كان جاء هذا، أنا ولذلك صراحة برغم كل شيء ما يقال على الجزائر وما يحدث فيها اليوم جزائري، أنا نعتبر الناس اللي عايشين في الجزائر، الناس اللي عندهم شهامة وكرامة ويأكلوا بالحلال، مجاهدين تاع الصح، مجاهدين بأتم معنى الكلمة، لأنه الفوضى العارمة اللي تقوم بها الجماعة اللي هي المفترض أنها هي حاكمة البلاد، اللي هي تدير البلاد، اللي هي تنظم البلاد، تقوم بحالة فوضى عارمة وتنشر فوضى عارمة. الناس طبيعي يجيها السكر، طبيعي يجيها القلب، طبيعي يجيها كل الأمراض، لأن باختصار بسيط عندما يختل التنظيم حتى في بلد من أكثر الشعوب تنظيما وتأدبا. تتعرف الإنجليز شعب مؤدب، شعب يسمح في حقه، شعب يعني عموما. لكن اليوم أنا شفت الضرب في الباصات وكانني في الجزائر، ذكر رجعتني بالذاكرة إلى 20 سنة الوراء، شفت الناس تتضارب في الباصات باش تطلع، شفت الناس تتزاحم في الطرقات، سيارات الناس يتسبوا لأنه كل واحد يحب يهرب، كل واحد ضاقت به الأرض. ممكن تطلع بعدين تشوف البي بي سي ممكن يتهموا الأيادي الخارجية بأنه وراء هذا الإضراب، وأن اللي حركت كل شيء وهي اللي وراء كل هذا. طلع الوزير المعني بالموضوع بقطاع النقل ليقول نعم نحن نعرف أن هناك مشاكل، ولكن نحن نطلب من هؤلاء العمال الأفاضل أن يبقوا معنا في تفاوض، كنا معهم في تفاوض، لماذا قطعوا التفاوض؟ لماذا ذهبوا إلى الإضراب؟ كل هذا بدل من يقول هذه أيادي خارجية وحركهم ربما بوتين، أو حركتهم جيرمي كوربين حزب العمال، أو حركتهم المخابرات مانيش عارف بدع من، لم يقل ذلك، يعترف بأن هناك مشكلة من أن من حقهم ويتفاوض معهم، بالرغم أن القوانين هنا صارمة جدا في قضية الإضرابات كما تعرف، قوانين صارمة جدا، يعني لا يسمحون بها إلا في حالات استثنائية جدا، ومع ذلك قام الإضراب. الناس تنادت بالحوار، إضراب تاع 24 ساعة راهو مش مرة، قام إضراب تاع 4 ساعات نتاع الممرضات، قامت القيامة ولم تقعد في بريطانيا.
ماذا عن الجزائر؟ لأن الجزائر سلطة طبعا وخطابها معروف، يعني أنه الأيادي الخارجية هي اللي وراء كل شيء، يعني حتى التلاميذ اللي خرجوا يحتجوا وراهم الأيادي الخارجية على زيادة أو تقصير العطلة. الآن اللافت أنه ليس فقط لم تعد السلطة، يعني أصوات تقول بأنه مستشار الثقافي الإيراني موسوي يقول بأنه هذه مؤامرة صهيونية تكفيرية كما ذهب إلى القول. من سخافة الوضع ومن مرارة الأيام أن يصبح مثل هذا الذي ذكرته هو الذي يفتي النظام الجزائري ما هي القضية. طبعا هما تأتيهم هذه القضية على كأنها نغم موسيقي جميل، حتى الإيرانيين هم يقولوا باللي هذه ليست لعبة خطيرة. ليست فقط خطيرة. أولا هذا الذي ذكرته الآن تقريبا لديه صور مع كل المسؤولين الجزائريين. اليوم شفت له صور، 3-4 صور بعثينهم الناس هكذا، هاو مع غول، هاو مع ميهوبي، هاو مع فلان، هاو مع فلتان، مع كل مستشار، مش مستشار، ملحق ثقافي بسيط داخل السفارة. اكتشفنا أنه معه صورة حتى مع ذاك الشيخ اللي تقريبا كفر المغاربي. نعم. اللي قال بأنه اللي تصلب المغاربية. هاي اليد الخارجية. أداء الجزائر. هاي مش يد خارجية، هاي يد داخلية أنتم سامحين لها باسم الدبلوماسية، يعرفونه. يعني دبلوماسي المراقبين بشكل في كل بلد دبلوماسي المراقبين، لأن الدبلوماسي جزء من أدوار الدبلوماسيين في الغالب، يعني على استثناءات قليلة، هي الجوسسة. هي الجوسسة، هناك دور جوسسة أو جمع معلومات أو سميها ما شئت، وهذا متفاهم عليه كل دول. أنتم تعرفون إذا كان هذا إيران أصبحت صديقة اليوم، لماذا قطعتم العلاقات معها في 92 واتهمتوها بقتل دبلوماسي جزائري لحد اليوم لم تأتوا بنتيجة؟ وهي هي يد الخارجية التي تمول الإرهاب، وهي تمول الإرهاب، وعبد العزيز بن الخادم كادوا أن يشنقوه في الطرقات، والجرائد نتاع هذاك الوقت وضعت عبد العزيز بن الخادم من أنه هو مجسد فيه الشيطان لأنه يتعامل مع الشيطان التي هي كانت إيران آنذاك. لماذا هذا؟ لماذا تسمحون لهذا وأنتم تعرفون أن السفارات الإيرانية دورها الأساسي اليوم هو التشييع، وهم لا يخفون ذلك، يقولونه صراحة أنهم يريدون نشر العقيدة أي الاثنى عشرية أي التشيع والتشييع في بلاد السنة؟ لا هو يقول ده. انه تصدير الثوره، يعني بشكل تصدير ما حدث في حلب قالوا هذا تصدير الثوره، طبعا العنوان الرئيسي، لكن لما تدخل التفاصيل حتى في الدستور الايراني يقول لك انه تصدير الثوره الاسلاميه. وما هو الاسلام؟ الاسلام هو المذهب الاثني عشري، هذا هو مفهوم موجود في الدستور. ليس هناك المذهب مذكور في الدستور الايراني، وانا طلعت على الدستور الايراني بالمناسبه. اذا يعرفون ذلك، يعلمون ذلك، يعني هم الآن يتعاملون مع بلد يثبت أنه يحتل العراق شراكة مع الأمريكان، يحتل سوريا شراكة مع الروس، يتدخل في اليمن، يتدخل في لبنان، يتدخل في أماكن كثيرة، لديه الآن كثير من ما حدث من أنه أيضا كان متورط في قضية حتى الانقلاب على مرسي. كل هذا ثم تستقبلونه معكم وتفتحون لهم الأبواب وتتعاونون معهم. طيب أنتم تقول أنتم في الأصل يعني كل شيء متعلق بالإسلام تعادوه وتحاربونه سرا وأحيانا علنا، وتقولون لا للتدخل، بل أن هناك انقلاب قام لأنهم قالوا أن المساجد كان هناك حزب اللي هو الفيس يخضع هذه المساجد لإرادته. كيف تخضعون هذه المساجد الآن لخطبكم وتضعون مذهب وسفارة تسمحون لدولة تعلمون أنها تتدخل وأن مشروعها هو التوسع، وأنهم أحيانا يتحدثون عن الدولة الفاطمية في الجزائر والعودة إلى الإرث الفاطمي في الجزائر وتسمحون به؟ يتلاعبون بالوطن، يعني بس يلعبون بالدولة. هذه لعبة ليست لعبة كبيرة. حتى يزايد الموسوي المستشار الثقافي يقول أنه يعني صهيونية تكفيرية يقصد التيار الوهابي، ليس التيار الوهابي كفر أصدر فتوى في تحريم حتى الاحتجاجات، احتجاجات بجاي، أليس لاعبا خطيرا يعني باسم الايادي الخارجيه والاستقرار وغيره؟ من جهه يلعبون مع المدخليه التي هي تزعم انها وهابيه وان كانت ليست وهابيه، لان هذا حديث طويل وعريض. على كل حال يلعبون مع المدخليه، المدخليه التي تقدس الحاكم وتجعل من قضيه الحاكم انه مهما فعل فيك عليك ان تخضع له، لانهم يقولون ان الاسلام يقول هذا. حاشا للاسلام، الاسلام عندما يتوقف الإسلام أن يكون صرخة ضد الظلم والظالمين،
ضد الفساد والمفسدين، ضد العملاء والمجرمين، ضد الرداء، ضد الفشل، فسموه أي شيء لا تسموه الإسلام. هذا ليس إسلام ولا علاقة له بالإسلام، لكن حديثنا قد يطول في هذا الموضوع. طيب وليس هو مجاله، لكن القضية هي تتعاونون من جهة مع المدخلية التي هي قمة الردة داخل التيارات الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الشعوب وفيما يتعلق بالإسلام الحقيقي، وفي نفس الوقت تتعاونون مع خصوم في أقصى الطرف الآخر الذي هو ولا يخفون تشييع المنطقة السنية وتقدم داخل المنطقة السنية. يتلاعبون ويلعبون يربحون الوقت. شفت فريق لما يعود خاسر أو يعتقد أنه رابح اللعبة يبقى يضيع في الوقت، لكن ما مش عارفين أن تضيع الوقت هذا ليس فقط ضيع لنا، يعني لو نشوف فقط 25 سنة الماضية وهذا اليومين نتذكر الانقلاب وما آسيه، مش فقط ضيعوا علينا أن الجزائر كانت في الثمانينات أفضل من تركيا وأفضل من ماليزيا وقريبة من إسبانيا وأفضل منها في بعض الأحوال وأفضل من كوريا وأفضل من سنغافورة وكل هذه الدول التي ذكرت الآن اقتصاديات واقتصاديات عالية جدا. سنغافورة البلد من بين أعلى المداخيل في العالم، 55,000 دولار للشخص الواحد في كل سنة كمعدل. كوريا الجنوبية اليوم اقتصاد مزدهر، يكفي سامسونج لتذكر سامسونج اللي هو يساوي الاقتصاد الجزائري كله عدة سنوات. تركيا، ماليزيا، اندونيسيا، كل هذه الدول كانت الجزائر أفضل منها، لا أقول في الستينات أو السبعينات لكن في الثمانينات. الثمانينات عندما ثار الشعب الجزائري على أوضاع اقتصادية كانت تردت نتيجة لسقوط أسعار البترول. يعودون لنفس الحكاية، رجعونا متخلفين، نشروا الرداء، نشروا الفساد. طيب الأيادي الخارجية، من يمنعكم ما هي الأيادي الخارجية التي تمنعكم على بناء مستشفيات تصلح للطب البشري أو حتى الحيواني؟ من يمنعكم على بناء جامعات تصلح لتصبح على الأقل في 5,000 جامعة الأولى في العالم؟ نحن خارج كل تقييم الجامعات. من يمنعكم على أن يتولى الشباب قيادة الجيش وليس شيوخ عجزة تجاوزوا 75 سنة؟ 20 عسكري، أكبر 20 عسكري 16 منهم تجاوزوا 75 سنة. ما الذي يمنعكم على أن يكون هناك رئيس يستطيع أن يتحدث لشعبه وليس يغيب 4 سنوات و8 أشهر بالضبط اليوم؟ ما الذي يمنعكم على أن يكون السفراء من شباب الجزائر وليس بعضهم تجاوز 80 مثل سفيرهم في تونس عبد القادر حجار وأمثلة مثله كثيرة؟ ما الذي يمنعكم أن تضعوا الأكفاء داخل الخطوط الجوية الجزائرية وليس أبنائكم؟ طيب. الأكفاء داخل القنصليات والسفارات وليس أبنائكم وأقاربكم؟ ما الذي يمنعكم أن تضعوا أفضل دبلوماسيين وأفضل القضاة وأفضل الأطباء وأفضل العلماء وأفضل ما الذي يمنعكم؟ ما الذي يمنعكم لتكون الجزائر دولة مساحتها مثل مساحة فرنسا 4.5 مرات، مثل مساحة بريطانيا 8 مرات، ومع ذلك نستورد قمحنا، نستورد حليبنا، نستورد خبزنا، نستورد كل شيء؟ ما الذي يمنعكم لجعل الصحراء الجزائرية التي أثبتت أنها يمكن أن تكون فلاحية بشكل كبير جدا؟ لدينا من المياه ما يزيد عن 6700 سنة في المياه، حيث ممكن الجزائر تكون قوة إقليمية بل دولية في الفلاح فقط. فقط نعطي الأراضي لمن يخدمها فقط. ما الذي يمنعهم؟ طيب. في الحقيقة المانع الرهيب، الكارثة الكبرى، هي عقول تحجرت ولصوص أخذت البلاد ورداء تفشت فلم يعد يرون شيء. ولكن أليس يعني العقول، يعني هناك من يقول ربما الآن في بجاية المحادثة في بجاية وهذا الحشد يعني وهذه الاتهامات، هناك من يقول أنه السلطة وخطابها معروف، لكن هناك من يتحدث عن أصوات جزائرية، جزائريين أصبحوا مثلا يتهمون ما حصل في بجاية أنه وراها المركز الثقافي الفرنسي هو اللي طبع النداء، كأنه لا هناك مطبعة واحدة في المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر، وأنه يجب سحق هؤلاء منطقة كاملة، يعني وتخوين منطقة، يعني هو بحكاية فرنسا، مع أنه تعرف تاريخ فرنسا وتاريخ منطقة القبائل يعني ودورها في دحر فرنسا بالأحرى. لو كانت فرنسا خصمة لهذا النظام أو عدوة لهذا النظام، هل يعقل أن رأس النظام رئيس الدولة، رئيس ما يسمى برئيس الجمهورية، يقضي 88 يوم عند عسكر فرنسا مش حتى في مستشفى مدني؟ لو كانت فرنسا عدوة، هل كان يعقل أن أكثر من 700 شركة فرنسية اليوم تسيطر على
الاقتصاد الجزائري وأجزاء مهمة من الاقتصاد الجزائري بما فيها على مطار الجزائر المطار الدولي. وما يعني المطار الدولي؟ كل من يدخل ويخرج معلوماته عند الفرنسيين. لو كانت فرنسا ترى في هذا النظام الذي فتح لها الأجواء لتقصف في مالي وتقصف في نيجر وتقصف في تشاد وتعود تحتل إفريقيا، فرنسا لو كانت تلقى هذا النظام تشتريه بمليئات الملايير من الدولارات ستشتريه. فمن من من القبح ومن السخافة ومن الحمق، فرنسا تعلم أن كلما كانت الدولة الجزائرية ضعيفة فذاك في مصلحتها، وهذا النظام هو الذي يضعف الدولة قبل كل شيء. ولا يقولون أنه هذا هناك وطنيون في الجيش هم الذين يقومون التطهير، وأنهم يريدون رفع هذه الوصاية الفرنسية، وأنه هذه الأطراف التي لا تريد رفع الوصاية الفرنسية اللي تحرك الأحداث في بجاية مثلا، واستهداف منطقة القبائل اللي تعرف القصة يعني ببعد، حتى يعني لا نبالغ القول يعني ببعد عنصري طائفي مقيته. الذين يقولون على منطقة الجزائر هكذا، منطقة القبائل هي القلب النابض للجزائر. منطقة القبائل أثبتت تاريخيا من أنها واجهت الاستعمار بشراسة قل لها نظير. نعم مناطق أخرى أيضا واجهت لا شك في ذلك، رجال آخرين أيضا واجهوا لا شك في ذلك، لكن الثبات في هذه النقطة لا أحد يزايد على القبائل، لا أحد يزايد عليهم لا في الوطنية ولا على الإسلام ولا على البلاد، لا أحد ولا على الدولة، بل بالعكس. لو كان هذا النظام لديه حد أدنى من العقل وهو يعلم أن هناك غضب ومخابرات تنقلهم أن هناك استياء عام ليس فقط من الرداء والفشل والطرقات المتهرية والمدارس العفنة والمستشفيات التعبانة، ليس فقط من هذا، وإنما أيضا من الأسعار التي ترتفع وترتفع كل يوم. حتى قبل 2017 كان المفروض لو كان لديهم عقل أن يتركوا الناس تتنفس، يتركوا الناس تخرج تتظاهر سلميا أو تقوم بإضراب تتنفس. عندما تجع السدود تغلق من كل مكان، عندما يحدث الانسداد العظيم يقع الانفجار العظيم، لكن لا يفكرون حتى في مصلحتهم. لو جاءوا يفكروا هم يفكروا في الآن، الآن مثل هذاك اللي ياخذ سيجاره باش يربع راسه خمس دقائق ولا عشر دقائق ومن بعد يدور عليه الحل ومن بعد يوجعوا راسه، او اللي ياخذ دروغ باي نوع باش يعيش ساعه ولا ساعتين في عالم اخر، لكنهم لا يعرفون ان ذلك مدمر، وان هذه السياسه سياسه القمع والاتهام والتخوين ستؤدي الى الانفجار العظيم. لو كان عندهم عقل وندعو فيهم، إلا كان مازال كاين واحد ولا اثنين اللي عنده عقول هناك، من مصلحتكم أن الناس تدخل تدير مظاهرات سلمية، من مصلحتكم أن الناس تدير إضراب، من مصلحتكم أن الناس تعبر عن غضبها، لأن اللي ما يعبرش عن ذلك علنا وصراحة والله وأقولها لأول مرة لا تصلني رسائل من داخل الجيش الجزائري وفيه ضباط يقولوا بالسلاح نريد التغيير بالسلاح، هاني نقولها لك ولأول مرة نقولها. طيب ولد باش برك نوري لك هناك غضب داخل الجيش، هناك غضب. طيب لكن ربما الأكيد الجزائريين لا يريدون، لا يعني بعيد الشر أن يصطدم الجزائريين يعني وأن يموت الجزائريين، يعني ألم يحل وقت لهؤلاء الجزائريين يعني للمصارحة للمكاشفة لفتح الآفاق يعني لانتقال مثل الشعوب يعني والتعلم من دروس الماضي يعني دروس الثمانينات والتسعينات والدماء التي سالت. لا يتعلمون. إذا كان الاستعمار تلميذ غبي كما قال أحد الثوار يوما، فإن الاستبداد تلميذ أغبى وأحمق. لا يتعلمون أن هذا الضغط الشديد على الناس، الضغط الرهيب على الناس، انفجار الأسرة، انفجار المدرسة، 500,000 تلميذ يخرج كل سنة ليس له أي حل، شباب في كل مكان هايم، شوارع مملوءة بالناس، السرقات ستؤدي إلى انهيار البلاد. أن هناك غضب داخل الجيش كما هناك غضب داخل الشرطة، هناك غضب داخل الدرك، هناك غضب داخل القضاة، هناك غضب داخل الطلبة، داخل الجميع غضب يكبر. لو كان عندهم عقل ينفسوا هذا الوضع، يذهبون ويتحدثون عن انتخابات الجميع يعرف أنها مزيفة، وهم يعرفون واعترفوا أنها مزيفة،
يدفعون الناس، بمعنى أنه وبعدين يقول لك الأيادي الخارجية. الناس شوف، طيب أنتم وش عملتم أنتم؟ خلينا العالم كله ضدنا، يعني كون جيتوا أنتم تركيا، حولها الأعداء من كل مكان لأسباب تاريخية وجغرافية، كون جيتوا أنتم روسيا الآن التي لها أيضا خصومات وجيرانها تقريبا بخصومات، لو كان جيتوا أنتم هذا البلد وذاك البلد ماذا ستفعلون؟ الجزائر محاطة بأشقاء، أكثرهم وضعهم أضعف من بكثير. الجزائر محاطة بناس بدول بسيطة. الجزائر ليس هناك يعني خطر حقيقي. الخطر الحقيقي اليوم هو الجماعة، العصابة الحاكمة المتحكمة قهرا وقصرا. خطر على الوطن، خطر على الدولة، خطر على الشعب، خطر على الاقتصاد، خطر على السياسة، خطر على الاجتماع، خطر على كل شيء. لو كان يفكروا أو فيهم من يفكر، هذا الوضع لن يستمر. وإذا كنتم اشتريتم الناس لبضع سنوات عندما كان البترول يصعد بلا توقف، فإن البترول الآن ينهار، وعندما لا ينهار يبقى في $50. لا تستطيعون أن تشيروا بالسلم، لا تستطيعون أن تديروا الناس بالفوتبول كما كنتم تخذروا الناس بالفوتبول، لا تستطيعون تخوفوا الناس بسوريا، لأنكم أنتم الناس تعرب لأنكم تدفعون. لماذا؟ طيب لماذا؟ آية هذا السؤال بسيط، عندما تقول لنا سوريا أو ليبيا، لماذا؟ جيشنا والشرطة شرطتنا والبلاد بلادنا وأنتم حكامنا، لماذا ما تقولوناش والله نجعلكم كما سويسرا كما السويد؟ يا سيدي خلونا من سويسرا والسويد، جعلكم كما ماليزيا كما تركيا، خلينا من ماليزيا وتركيا نجعلكم كما رواندا. هل تعلم أن اليوم رواندا وعاصمتها كيغالي واحدة من أكثر الدول تطورا في إفريقيا؟ هل تعلم أن كيغالي واحدة من أنظف العواصم، لا أقول في إفريقيا وإنما في العالم؟ هل تعلم أن كيغالي هذه دخلت في حرب أهلية مات فيها أكثر من 1,000,000 شخص؟ خلقوا حرب بين الهوتو والتوتسي في التسعينات، والفرنسيين هم المتورطين فيها أساسا، هم والبلجيك. كيف لرواندا البسيطة الصغيرة المعزولة في أدغال إفريقيا أن تصبح كذلك؟ والجزائر شبه القارة بكل ما لديها من إمكانيات وبكل ما لديها من تاريخ وبكل ما لديها من موقع جغرافي وبكل ما لديها تصبح مقزمة صغيرة بسيطة لا يؤخذ لها رأي في حتى القضايا المحيطة بنا. طب أليس ولكن هناك من حتى من خلال ليس من المعارضة، من المفروض زعم المعارضة للنظام أو لمن أو لنظام النظام وغيرها، هم الذين لبعضهم لهم ألم أليس هناك بخطاب الآن على ذكر رواندا وخطاب بوراندي، يعني تقريبا خطاب الميل كولين هذه الإذاعة التي كانت تدعو إلى التحريض باسم يعني حسابات ويعني أحيانا ونرجسيات شخصية، ما خطورة هذا كذلك؟ يعني ويتلقى مع سلطة ومن في السلطة يريدون البقاء. إذاعة لدو كولين وكان فيها قس، كان فيها قس قس إمام نصراني أشعل حربا أهلية، أشعل حربا أهلية مات مئات الآلاف بتنطعه، بخطابات متنطعة، بكلام متنطع. الآن أنا لا أعرف ما قيل، سمعت أن واحد من المحسوبين على المعارضة نسم له أنه قال نسبت لوحد الموقع نسب له الفرازي لاكابيلي، لا أعتقد أنه قال ذلك، حديثنا على شوشان، لا أعتقد أنه قال هذه الكلمة. وكان على الموقع أن يكون له، هذا موقع عبد السمار وأنا أذكره بالاسم هنا، أن يكون له الشرف أن ينقل كما قال. نعم هذا الأخ هو الآن في موقف يرى فيه رأي نحن نختلف معه، وأنا قلت هنا وقلت في كل مكان ليس هناك تطهير فيما يسمى التطهير في الجيش، ليس هناك تطهير في الجيش. اليوم فرنسا والذين هم في الجيش هم موالين لأي قوة خارجية تخليهم يبقوا في السلطة، ولولا فرنسا والأمريكان لما استمر لا بوتفليقة ولا القايد صالح ولا اللي معهم، هذه حقيقة. لكن علينا أن نكون في الحقيقة عادلين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى. أعتقد أن الأخ شوشان لم يقل رازيلا كابيلي كما نقل عنه وكما يعتقد الكثير اليوم في القبائل، وأنا تصلني مئات الرسائل تسألني، حتى هناك من يعتقد أنه من رشاد. أخ شوشان لم يكن يوما من رشاد وليس من رشاد. طيب. ونحن مختلفين معه فيما يتعلق بموضوع التطهير، ونحن نختلف ممن في هذا القول، لكن عليهم أن لا ينسبوا للناس كلام لم يقولوه. طيب ربما كان له موقف
نحن نعترض عليه لكن هو حر في التعبير عن المواقف. في موقف انه المركز الثقافي الفرنسي هو اللي يعمل البيان، هو اللي يطبع البيان، اللي يحرك الاحداث. سخيف يعني، سخيف لا يتقبله عاقل، لا يتقبله انسان بسيط. طيب الوقت يضغط علينا العربي زيتوت، كنت تقول الجزائر يعني المفروض في منطقه هي التي تقود يعني عمليه هذه المنطقه بخيراتها بموقعها الاستراتيجي يعني، في مقابل سياسيين كنت ربما تستمع رشيد نكاس كان يقول بعضهم ما يحشمش، يعني يقول بين الايادي الخارجيه وهما يعيشين في فرنسا ويشتروا عقارات في فرنسا، وربما اذا تطلب الامر قد يتركوا الجزائر ويورطوا الجزائريين، يحتمون بالجزائريين ويؤثرون حتى على معنويات الامنيين الجزائريين الذين يرون بانهم يحمون الجزائر من هذه الايادي الخارجيه وامنها القومي. اقسم لي سفير اسمه محمد السعيدي كان سفير في 94-95 يعني، والسفير الثاني اشتغلت معه في ليبيا وأنا كنت النائب بتاعه، أقسم لي بالله لما اختصم مع الجماعة كان باش يبني لا ريزيدونس يعاودها وببعثولوش درام تأخروا عليه وقعدوا أسرته في الفندق فغضب وكان يحكي معي، قال لي لكانت الطائرات كانت على أهبة الإقلاع وكان الطيارين يبيتون في بوفاريك في فبراير مارس 94، هو جاء في أفريل 94 التحق بالسفارة في ليبيا، كانت الطائرات في بوفاريك جاهزة وكانوا المسؤولين هذون كبار المسؤولين أرسلوا أولادهم أغلبهم لفرنسا في الغالبية العظمى، بعضهم لسويسرا وبعضهم بلجيك الفرنكوفون، وأنه كان الطيارين ما يغادروش وكانت مجموعة من الطائرات ما تغادرش بوفاريك، طائرات عسكرية ومدنية صغيرة ما تغادرش مطار بوفاريك لأنهم كانوا يعتقدون أنه في أي لحظة ينهار النظام في المطلق. هؤلاء أنا أتوقع نفس الشيء الآن، بل بالعكس الآن ذهبوا أبعد، راحوا قاموا بمعاهدات واتفاقيات باش نحوا لهم الفيزا من الجواز الدبلوماسي والجواز اللي عنده باسبور دوميسي لأنه كان أنواع مختلفة، قاموا بتحويل أموال، أنت سمعت على الأموال التي هربت على بوشوارب في هذاك بنما بيبرز أنت، وما لا نسمع به أكثر بكثير. الآن الإمارات الأموال التي هربت لدبي ولأبو ظبي وللبحرين ليس لها حدود. طيب الوقت الوقت للأسف ليس له حدود. سؤال أخير، ولكن أكيد لا حدا يريد لا انهيار النظام ولا فوضى في الجزائر، يختلف الجزائريون سواء في السلطة أو في المعارضة، ولكن أكيد يتفقون على جزائر واحدة موحدة قوية. ألم يحل الوقت يعني ما هناك يد خارجية يعني لنسلم جدلا قد يقول بعض بأنه من هم في السلطة ما يحقون، ألم يحل الوقت لتعزيز الأيادي الداخلية بكل الجزائريين بكل توجهاتهم لقطع هذه الأيادي الخارجية إن كانت؟ قلنا لهم هذا بإصلاح وبانفتاح. قلنا لهم هذا ونقوله وسأكرره معك هنا، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى تجنيب الجزائر مآسي قادمة، انفجارات قادمة أنتم تسببتم فيها. مع ذلك أنا متأكد أن الأغلبية العظمى من الجزائريين مستعدين في هذه الظروف وفي هذه الأوضاع أن يضعوا الماضي جانبا وأن يطالبوهم بتطبيق الدستور. طبقوا دستوركم، طبقوا دستور، طبقوا التداول على السلطة كما يقوله دستوركم، طبقوا قوانينكم فقط. نحن نريد السلم لوطننا، نريد الأمن لوطننا، نريد ألا تسيل قطرة دم من أبنائنا. كفى الجزائريين تهجيرا، كفى التسعينات أكثر من 200 ألف قتيل، كفى الملايين المشردين في الداخل والخارج، كفى تدمير الاقتصاد، تدمير السياسة، تدمير العلم، تدمير الدين، تدمير الأسرة، لكل شيء. تعالوا، لماذا؟ لماذا؟ الجزائر الحمد لله بلد كبير وغني وواسع ويشمل كل أبنائه، الجزائر تفضل 400 مليون ماشي 40 مليون، تعالوا إلى كلمة سواء بين من يمثل الشعب الجزائري أو لديه تمثيل و تفاوضوا معهم، تعاونوا معهم، حلوا معهم، ديروا انتخابات حقيقية وخلوا الناس يحكمها من يختاره، أعطوا الشعب الجزائري حقه في تقرير مصيره فقط. هذا هو اللي نقوله مرة أخرى، طبقوا دستوركم فقط. شكرا لك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق عضو أمانة حركة رشاد. طبعا مشاهدينا الكرام، أي شخص ذكر اسمه في هذه الحلقة حق الرد مكفول له. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.